شيء آخر بحب أذكره، يمكن بحبك تعلق عليه شوي، إنه الثيم المغزى اللي اخترناه من أول يوم كنا في بوقت الحرب، سمينا الثيم نور من سوريا، مع إنه الصورة وين ما نروح، يعني بتذكر كنا عم نفطر بمكان إذا بتتذكري، والكاتيوشا القذيفة أجت 15 متر هزت الدنيا وكأنه الحياة عادية ماشي. بس إنه اللي عاوز أقوله إنه كل ما يوحي من حولنا مظلم، يعني مأساة، معاناة، الناس مجرحة، الجثث، الناس المقطعة، الألام، المخطوفين، لما طبعا شيء بيكسر قلب الأمهات اللي بيطلبوا صلاة من أجل المختطفين. لكن من ناحية تانية أقول طب وين النور في هذا الموضوع؟ لكن مع كل هذا هو نور من سوريا. إذا ممكن تعلق على هذا الموضوع. نعم. سيس رب يسوع وقت اللي قال لتلاميذه، ونحن اليوم تلاميذه نشكر رب، قال أنتم نور العالم. ما بعتقد النور حيكون ظاهر بالضوء الشمس أو بغرفة شعلة كل أضويتا يعني، لكن النور بيظهر بالظلمة. فاليوم نور من سوريا، نور في وسط الظلمة. يعني إذا بدها تكون الأرض كلها ظلمة أكيد هيدا الشيء ما حيكون صح، لأنه إلهنا موجود وإلهنا هو المتسيد على كل شيء. فنحن اليوم وقت اللي بلشت الحرب، وبلشت الحرب توضح أنه فعلا هي حرب حرب، وبلشنا نشوف النتائج المأساوية لهيدا الحرب، صلينا مثل ما حكيت في بداية البرنامج أنه قلنا له يا رب أنه اليوم دورنا، يعني اليوم دور الكنيسة. إذا كلاتنا بدنا نهاجر، كلاتنا بدنا نسافر، كيف نورك بده يظهر بهالبلد؟ فالنور ما بيظهر إلا وسط الظلمة. مشان هيك رغم كل شيء كنا عم نشوفه، إن كنا بحمص ولا إن كنا بحلب، عم بحكي عن المناطق اللي إحنا زرناها بوقت الحرب مع بعض، ولا الرقة أو المنطقة الشمال، يعني أقصى الشمال منطقة كوباني عين عرب، كلها هي مناطق كانت كتير صعبة. حتى منطقة دمشق يعني مطرح ما كنا عم نفطر بالشارع، كنا عاديين عم نفطر وبنزلت القذيفة والناس كانت عم تطلع حواليها ومشيت. يعني اليوم يعني ما بقدر أقول غير إنه صلوات المؤمنين هي اللي بتخلي هيدا النور يظهر. مو بس الصلوات، لكن الفعل، فعل المؤمنين، الفعل اللي نحن فعلا لمسناه من خلال الكنيسة في سوريا، من خلال صلوات الكنيسة، من خلال خدمات الكنيسة، من خلال الكنيسة فعلا كانت بالميدان. انت اجيت قسيس وشفت انه عدد كبير، الإشاعة اللي طالع انه كثير تهجروا من المسيحيين، طلعت عدد لا بأس فيه من المسيحيين، لكن في عدد كبير بقي بسوريا من المسيحيين، والكنيسة ما زالت قائمة، والكنيسة تدق أجراسها كل يوم، والخدمات كمان ما زالت مستمرة، وترانيم والتسبيح والصلوات والوعظ كله موجود نشكر الرب. وهي نحن حنعمل مهرجان، ومن يومين كمان كان في حفل ترنيم كتير كبير في حديقة بدمشق. فنحن نشكر الرب إنه فعلا كنا نور بوسط ظلمة، وهيدا النور نحن ما بنقدر نكون نور إذا ما كان النور الأعظم اللي هو ربنا واقف معنا وساعدنا وماشي معنا، لأنه هو قال بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. فنحن كنا شايفينه بكل لحظة ماسك بإيدنا عم يحمينا عم يرعانا. وفعلا المواعيد، مواعيد الكتاب وعود الكتاب المقدس كلياتها اللي كنا عم نقراها قبل الحرب لكن عشناها بشكل فعلي بالحرب ولمسناها بشكل فعلي، كل الوعود في الكتاب المقدس، أنا معك لا أهملك لا أتركك، إن سقط عن يمينك عن يسارك، كل هيدا يا أسيس نحن بالحرب كنا نقراها قبل الحرب، لكن نحن بالحرب عشناها بشكل عملي وشفنا قديش إيد الرب كانت قوية وقديش كانت عظيمة وقديش كانت قديرة وهي ماشية معنا. فعلا بحب أقول لك شغلة يا أسيس، ما في سوري بالحرب رغم الحرب، ما في سوري جاع، أنا بقولها بالسم المليان وبقولها بكل وقت وبكل مكان كون أنا موجودة فيه. والسبب إن الأشخاص اللي هم نور، نور هي الكنيسة اللي كانت موجودة في سوريا وما زالت موجودة عم تعلن هيدا النور.